هاي المناسبة العظيمة اللي هي عيد تأسيس جيشنا الباسل صاحب البطولات العظيمة اللي هاي المؤسسة العقائدية. بهاي المناسبة نهني كافة المراتب والضباط والقادة والآمرين، وإحنا شهادتنا مجروحة في جيشنا، والحديث طويل جدا بطولاته ابتداء بالمعارك القومية 48 67 و73 وتصدي للعدوان اللي تعرض له البلد، وليس أدل على ذلك هو مقارعته للمنظمات الإرهابية اللي متمثلة بداعش. ولا يسعنا في هذا المجال وهذا المقام إلا أن نهني القناة واسعة الانتشار، قناة الرشيد الفضائية، الصوت الوطني الهادر دوما والناقل للحقيقة إلى كافة أبناء الشعب العراقي. مبارك لقناة الرشيد الفضائية المؤازرة والناقلة لمعاناة الشعب العراقي بذكرى تأسيسها 15. كل الشكر لقناة الرشيد الفضائية لنقل معاناة المواطن بجميع الجوانب المجتمعية السياسية الثقافية الخدمية. بمناسبة تأسيس قناة الرشيد وإيقاظ شمعتها 15، نتمنى لهذا الصرح الإعلامي التوفيق والنجاح. نهني قناة الرشيد الفضائية مديرها العام والكادرين في هذه القناة الطيبة المحترمة، حقيقة نقلت مشاكل وهموم الناس وتصدت لكثير من المشاكل والهموم ونزلت إلى الشارع. حقيقة قناة محترمة، قناة لها مؤيدين، لها جمهور واسع من كافة أطياف الشعب العراقي. نتمنى النجاح والاستمرارية على هذا النهج.